المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، فعليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية بهدف الحفاظ على البيئة وإيجاد حلول مصرية للحد من التغيرات المناخية التي نواجهها، من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء الذكية في كل المحافظات والعمل على جذب الاستثمارات لها. المبادرة تضم مجموعة كبيرة من المشروعات، تضم 6 فئات: مشروعات كبيرة الحجم، مشروعات متوسطة الحجم، مشروعات صغيرة الحجم، الشركات الناشئة، مشروعات متعلقة بالمرأة، المبادرات غير الهادفة للربح. وفي الدورة الأولى تم تأهل 162 مشروع على مستوى كل المحافظات، فاز منها 18 مشروع تم الإعلان عنه وعرضها في مؤتمر المناخ COP27. الجوائز المقدمة للفائزين بالمبادرة: جوائز مالية من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، دعم فني وتقني للمشروعات، تأهيل الكوادر البشرية بالمشروعات الفائزة، تكريم على مستوى المحافظة، تكريم على المستوى الوطني، عرض المشروعات الفائزة في مؤتمر COP28، ربط المشروعات الفائزة بجهات تمويلية واستثمارية. سجل الآن في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.